Robo Mercurius. Mercurius. لسه ما عقلتش يا مركوريوس؟ ربي يا إلهي يسوع المسيح، أسرع أسرع إلى معونتي، عذبوه ولعوا النار تحت رجليه، وأي واحد من حرس حمدان ينوات حرقيه. فاهمين؟ لازم يجي واحد يقول لي مركوريوس مات. السلام لك أيها المجاهد المثار الغالب، فتقوى فإن الرب يعضدك ويقويك لكي تغلب هذا الملك وتفتحه هو وأوثانه. لا تخف من عذابك، لأنك بعد زمان قليل ستنعم بملكوت السماوات في أورشليم السمائية مدينة الأطهار. يا ترى مش عارفين مرقس قتل له ايه؟ لا ما يكونش معمول. سيدي الامبراطور، حصلت حاجه غريبه امبارح بعد ما سبت الساعه انت وضيوفك. ايه اللي حصل؟ الكلب الامير مرقس ماله؟ مات خلاص؟ ابدا، شوفي تماما ازاي؟ ظهر نور شديد، بصينا لقينا المسجون كانه ما حصلوش اي حاجه. انت مجنون؟ انا عايزك تيجي تقول انه مات. هذا سحر يا مولاي، أكيد سحر. طبعا هتقول المسيح هو اللي شبك. نعم، ربي وإلهي يسوع المسيح هو اللي شفاني. المسيح هو اللي شفاك ولا سحرك يا مركوريوس؟ عموما هنشوف لما لحمك يتشوي بأسياخ الحديد ويكلدوك ويعلقوك على شجرة بالمقلوب. افعل ما تريد يا الامبراطور، خليك تطلع على جسدي فقط، اما روحي ونفسي فهي ملك ربي. روحي ونفسي هم ملك ربي. شوية كمان وحيموت. بقاله على كده قد ايه؟ بقاله حوالي 10 ساعات. مش ممكن في انسان يتحل كده. ما تنسيش يا مولاتي انه لسه شاب وجسمه قوي. خسارة نضيع وقتنا معاه. فعلا. إلى اللقاء فلوباتير مركوريوس. إيه مالك؟ مش عارف إذا كنت غلطان في مسألة مركوريوس دي ولا لأ. يا مولاي أنت عمرك ما اتخذت قرار غلط، ثم أنت اديت له كل الفرص. أيوه، بس ده قائد الجيش بتاعي اللي حقق لي النصر، وأنا كافئه بان اقبض عليه وارميه بنفسي في السجن اعذبه العذاب ده كله. يا مولاي هو اللي كاف نفسه برفض الاوامرك للتبخير لالهام واحتقاره ليها. عندك حق، عندك حق، بس انا برضو انا هريحك. ايه عندك اقتراح؟ عندي. قولي بسرعة. لونا. لونا؟ لونا مفيش غيرها. ولونا دخلها ايه بالموضوع؟ مش بيقولوا يا مولاي فتش عن المرأة؟ فتش عن المرأة؟ وضحي انا مش فاهم حاجة. هتشوف يا مولاي، ابعتها له ومش هتندم. اتحرك، في ضيوف عايزين. مين؟ أنا لونا يا مركوريوس. لونا مش فاكرني؟ لونا مين؟ لونا اللي حافظت على درك وما رضيتش توشي بيك عند الإمبراطور رغم إنك جهلت حبها.
وانت انت يا مرقريوس اللي وشيت بغرك لون. افتكرت. ليه عملت نفسك كده؟ عملت ايه؟ يعني انا اقصد ان انت ممكن كنت تبقى الرجل التاني في المملكة، وبعد موت الامبراطور كنت هتجلس على عرش روما العظيم، وانا كمان هقلب هجلس جنبك، ساعتها كنت هتعلن ايمانك ومحدش يقدر يمنعك. من ينكرني امام الناس انكره امام ابي الذي في السماوات. مين ده؟ في المباتير قائد جيوش الامبراطورية. ومين ابوه في السماء؟ انا على استعداد اني اوصلت لك عند الامبراطور، وانا عارف انه بيحبك، بس لازم تبخل للآلهة. يا اختي، آلهتك انت والامبراطور حجارة صماء لا تسمع ولا تتكلم، لكن الهي اله حي. وهو فين الهك ده؟ وما وقفكش ليه من العذاب اللي انت فيه؟ فدمت بتقول انه حي. مرقريوس حبيب الرب، من اجل ايمانك وتمسكك بالرب الذي ارسلني اليك لامسح روحك، قم وعافى باسم المسيح. أراد أن يضمك لقطيان، سمح لك أنك تشوفي قوته وبهاء مجده. اذهب الآن إلى أسقف مدينتنا لتنال العماد عن اسم يسوع المسيح، وعليه إيمانك، ولا تخاف من الذين يبترون الجسد. أنا مسيحية مريوس. أيوة يا مولاي. ادي امر للجنود يبعتوا يجيبوا لي حارس السجن. اوامرك يا مولاي. الاميره لو جاتني وادتني امركم المختوم بالختم الامبراطوري فنزلتها للسجين، وفجاه حصلت زلزله وشفنا نار عظيم، الرساله وقعت من ايدي، ولقيت الاميره عماله تصرخ وتقول انا مسيحيه. وايه كمان يا اتريانوس؟ وبصيت على السجين لقيته واقف على رجليه وشوفي تماما. الظاهر انهم سحروك انت كمان. لا يا مولاي، ده مش سحر، انا شفت النور الحقيقي اللي عشت طول عمري اتمنى اشوفه، النور اللي نور قلبي وعقلي. انا مسيحي يا مولاي، وإله المسيحيين هو الإله اللي هعبده. يسوع المسيح هو الإله الحق. أنا المرة دي هحرقه بإيدي، وهحرقك أنت كمان. خلاص يا مولاي، المرة دي مش هيفلت من إيدي. مش حلو النيران جاهزة يا مولاي. حول على فيك بنفسي يا مرقريوس. هاهاهاها
الكلام. انت ظابط مجنون. ابعت فاطمه منصور اخرتها معاه. امرك يا مولاي. في ايه؟ مرقريوس مات وريحنا. قد ايه انت اخرى؟ ده صحي وبقى معافى وسليم. مش معقول معافى سليم؟ تعال تعال ما نشوف ايه حكايتك. احنا ايه مش هنخلص؟ احسن شيء يا مولاي انك تؤمر بقطع راسه. مرقريوس انا بحبك، وان اخر مرة هطلب منك تبخير للآلهة. ملعون انت وآلهتك. مرقريوس انت بتسبني انا والآلهة؟ يبقى خلاص خلاص يا مرقريوس، لحظتك جه ميعادها. بأمر من الإمبراطور يؤخذ مرقريوس القائد الأعلى للجيوش الرومانية الذي أنكر عبادتنا ورفض تبخير لآلهتنا واعتنق دين النصري، يؤخذ إلى قيصرية كبدك وتقطع رأسه بحد السيف. الإمبراطور كاسيوس يؤخذ مرقريوس القائد الأعلى للجيوش الرومانية الذي أنكر عبادتنا ورفض تبخير لآلهتنا واعتنق دين النصري، وتقطع رأسه بحد السيف. الإمبراطور كاسيوس. أرجوك امهلني لحظة. ليك يا رب رفع صلاتي، اغفر لي خطاياي الكثيرة وتقبل روحي. يا حبيبي مرقريوس، قد صعد صلوات قدرتك إلي، فتعال الآن تستري مع الأبرار، لأنك جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان. أيها المحبوب كاسيوس، قم الآن وتمم مهمتك. والسيد الوثني اللي بشتغل عنده هعمل فيه ايه؟ سترى. قم ولا تتوانى. هكذا فعل كاسيوس كما أمره القديس وأخرج جسد. ليه الجمسور؟ يا اخويا، هو اللي عمل الحادثة، لازم يتعاقب. ايه اللي انت بتعمله حفار القبور؟ وايه اللي انت مطلعه ده؟ سيدي، ده جسد الشهيد فيلوباتير. فيلوباتير؟ مين فيلوباتير ده؟ ده الشهيد الرب يا سيدي. اي رب؟ انت يا عليك اتجننت؟ اي ايدي يعني. ارحمني يا شهيد، ارحمني، مش عارف احرك ايدي، ارحمني. ولدي اشكرك ايها القديس واشكر الهك. تبارك أيها القديس الشهيد العظيم فيلوباتير، أمين أن دينك على حق. أرجوك ارحم أمي ورجع لها نظرها. سلام لك يا فيرينيا. مين
أنا فيلوباتير ماركوريوس أبو سيفين، شهيد ربنا يسوع المسيح. أرسلني الرب لك من أجل إيمان ابنتك وزوجك وطلبتهم شفاء، وها أنت قد شفيت. فاذهبي الآن أنت وعائلتك إلى أسقف المدينة لنوال نعمة المعمودية على اسم ربنا يسوع المسيح، وابلغي زوجك أن يبني لي بيع على اسمي ويضع جسدي فيها. Thank you.